طيب خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل والكلام، واحنا بنتكلم على حظوظ المنتخبات العربيه، معانا واحد من نجوم المنتخب التونسي اللي بيشارك، شارك 6 مرات يا ما شاء الله يعني، ونتمنى له المره دي طبعا انه يتجاوز مرحله دور المجموعات. جوزيه كلايتون طبعا مدافع باستيا الفرنسي والمنتخب التونسي بيشرفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا في السادسه، واهلا وسهلا بيك جوزيه على شاشه الاهلي. مساء الخير، مساء الخير للجميع. سعيد بالمشاركة وشرف كبير لي تواجد على قناة الأهلي، وشكرا جدا على وجودي وعلى دعوتي في القناة. أيام بتفصل بداية مشوار المنتخب التونسي، بالتأكيد طبعا تابعته في الفترة الأخيرة، تقييمك بس بداية لتحضيره واستعداداته لبداية مشواره في كأس العالم. بالنسبة للمنتخب التونسي وإعداداته في التأهل في لبطولة كأس العالم، هم مستعدين بشكل كبير، والسبب في دوت إن الاستعدادات نفسها هي اللي جعلتهم يتأهلوا للبطولة على مدار البطولة وعلى مدار التصفيات. أعتقد إن المنتخب التونسي هيعمل بطولة كويسة بشكل مجمل في النسخة القادمة. رأيك في الجيل الحالي لنجوم المنتخب التونسي، ورأيك أيضا في إمكانيات جلال القدري طبعا المدير الفني، شايف فرصهم إيه في كأس العالم، وشايف منتخب تونس يقدر يروح لفين أو يوصل لفين؟ بالتأكيد هو الهدف بشكل مقبل للمنتخب التونسي ان هو كان يتأهل، وهو ده هدف كبير بالنسبة له، ولكن نأمل ان هو يقدر، بالنسبة لنا في رأيي انا واللي انا بأمله، ان هو يقدر يروح لدرجة ابعد، نقدر نقول دور ابعد في البطولة، بالجانب طبعا بالإضافة مع منتخب عربي آخر هو منتخب المملكة العربية السعودية. بالنسبة للعيبة هم مركزين، هو ده ممكن يساعد بنسبة كبيرة المنتخب التونسي في أنه يروح مكان بعيد داخل البطولة. الجيل ده من وجهة نظرك مقارنة بالأجيال الخمسة اللي شاركوا قبل كده، ويعني مكانته فين ويقدر يوصل لفين؟ هل شايف انه لاول مره ممكن تونس تتخطى يعني دور المجموعات؟ معاكم منتخبات اعتقد فرنسا والدنمارك واستراليا، فرنسا والدنمارك من المنتخبات اللي مقدمه يعني مستوى مميز جدا في الفتره الاخيره. اعتقد ان المنتخب الدنماركي منتخب قوي جدا في المجموعه، والمباراة الأولى هتكون بالنسبة لي مع المنتخب التونسي، فبالتالي المسابقة هتكون في مستوى تاني خالص نهائي، وبالتالي المباراة هتحتاج إن أنت تلعبها قدام المنتخب الدنماركي بذكاء كمنتخب تونسي، وهتعتمد بنسبة كبيرة على اللاعبين وعلى القامات والأسماء اللي عندك داخل المنتخب بحيث تقدر تتأهل. فاروق تحب تسأل جوزيه؟ انا حابب اسأله بواقع خبرته في تجاربه في كأس العالم. يمكن المنتخب التونسي فضل الاعتماد على مدير فني وطني وهو جلال القدري، ودي موضة ماشية في المنتخبات الأفريقية، حتى الكاميرون والمغرب والسنغال كلهم منتخبات وطنية. فهل المنتخب المدرب الوطني في بطولة كأس العالم هو مفيد أكتر، ولا مدرب أجنبي ليه خبرات وليه تجارب سابقة في كأس العالم، أنهي أفيد للمنتخب التونسي؟ المدرب عنده فرصة كبيرة ان هو يتحكم في المنافسات ويتحكم في الاعدادات نفسها بتاعت المنتخب علشان كأس العالم،
فبالتالي انا زي ما قلت قبل كده ان المدرب دوت هو مدرب ذكي، فيقدر يستغل الفرصه اللي عنده دي ان هو يأهل بيها المنتخب التونسي اللي بعد كده انه يروح ابعد في البطوله. وبالتالي هو برضو عنده القدره ان هو ينافس بالفريق كله في هذه الحاله. مين اللاعبين اللي يشوفهم كلايتون يقدروا يصنعوا الفارق مع منتخب يعني طبعا المنتخب التونسي كله اسماء محترمه جدا وبالتاكيد اختاروا افضل اللاعبين الموجودين على الساحه في تونس، لكن انت من وجهه نظرك مين اللعيبه اللي ممكن تراهن عليها انها تقدر تصنع الفارق، تكون يعني تكون نقطه مهمه جدا في سبيل التاهل عن المجموعه؟ زي ما لعبت قبل كده كنت في مركز الباك الشمال، كابتن علي معلول بالتأكيد من الأسماء، وهو بالنسبة لي لعيب متخصص، لعيب ذو خبرة، لعيب ذو قامة كبيرة في الملعب، فهو من أهم الأسماء اللي موجودة معانا في المنتخب التونسي اللي يقدروا يقدموا مستوى ويساعدوا في تقديم مستوى كبير بالنسبة للمنتخب التونسي على مدار البطولة. وأيضا بيلي لاعب كبير موجود معانا داخل المنتخب، بالنسبة لي مفضل ان هو يكون موجود ومتاخد في القائمة، خصوصا ممكن نحتاجه في المباراة اللي هي تكون امام الدنمارك. يعني انا معلوماتي ان القائمة قائمة المنتخب التونسي هيتم الاعلان عنها غدا، هل تتوقع ان يكون فيها اي مفاجآت سواء بالخروج من القائمة او الانضمام ليها؟ ما اعتقدش ان هيكون هناك مفاجآت كبيرة على خلاف يعني القائمة نفسها اللي هيتم اعلانها غدا الاثنين للمنتخب التونسي للمشاركة في كأس العالم. انا مش منتظر مفاجآت، انا منتظر يعني بعض اللاعبين المتوقعين لكن مش مفاجآت كبيرة اللي ممكن تحصل داخل القائمة نفسها اللي هيتم اختيارها. انا حابب اساله عن الفرق ما بين جيل 2018 او ومفيش تغيرات كتير، لكن شفنا في تصفيات كاس العالم المنتخب التونسي اداؤه افضل بكتير من السنوات الاخيره، فمقارنه جيل 2018 في روسيا والجيل الحالي المنتخب التونسي، هل هو شايف ان الجيل الحالي يقدر يذهب بعيدا في البطوله ويتاهل من المجموعات، خصوصا ان مجموعه صعبه وكانت مجموعه برضه في 2018 كانت مجموعه صعبه؟ المجموعة حاليا قوية جدا، الدنمارك، استراليا وفرنسا. بالنسبة مقارنة هذا الجيل بالجيل الماضي، الجيل الحالي هو يعتبر مش هنقدر نقول أعظم لأن اللعيبة اللي موجودين في الجيل الماضي لعيبة عظام برضو، ولكن هو أقوى، متمرس أكتر، ذو خبرة أكتر. اللعيبة بالنسبة لها كرة القدم وكرة القدم كرة القدم هي أهم شيء، واللي يميزهم عن الجيل الماضي بتاع 2018 إن هم عندهم رغبة للوصول لابعد في البطوله. طب بعيدا، انا يعني ما عنديش طبعا علم انت متابع الكره الافريقيه بشكل عام ولا لا، ولا تركيزك كله مع تونس، لكن لازم اسالك برضو، هل بتشوف ان في واحد من المنتخبات الخمسه، احنا عندنا تونس، المغرب، غانا، الكاميرون والسنغال، هل شايف فيهم منتخب يملك من الحضور والقوه انه يقدر ينافس الكبار او يروح يتأهل مثلا لدور 8 او دور 4؟ هل شايف واحد من المنتخبات دي ممكن يروح لبعيد في كأس العالم؟ للأسف مصر ما تأهلتش. مصر بتحب الكرة جدا وللأسف هي مش موجودة. هي منتخب قوي، منتخب بيعرف يلعب كورة، منتخب متمرس في الكورة داخل القارة، في القارة الأفريقية. المنتخبات اللي تأهلت مغاكز، المغرب بالنسبة لي هي المنتخب اللي ممكن يكون عنده الحظوظ الأقوى مع السنغال إن هو ينافس الكبار خلال هذه البطولة، خلال هذه المنافسات.
والله أخجلتم تواضعنا، أنت حسستني إنه مصر لو كانت مشاركة في البطولة ممكن يعني شيء يعني كتر خيرك يعني يحسب ليك يا جوزيه كلايتون. لكن بعيدا عن المنتخبات العربية والأفريقية، طيب يعني لو الفرقة دي ودعت البطولة بدري، جوزيه كلايتون هيشجع مين أو هيتابع مين؟ وشايف مين المنتخب اللي ممكن تبقى يعني فرصته أكبر لتحقيق لقب البطولة؟ Sí. أعيد السؤال، هل تحب أكرر السؤال تاني؟ مين المنتخب بعيدا عن المنتخبات الأفريقية، مين المنتخب اللي جوزيه كلايتون حريص على متابعة هيتابع ماتشاته وشايف انه عنده فرصة كبيرة لتحقيق اللقب؟ سي ده أسهل سؤال يا كلايتون. اوكي mesmo mas ايطاليا بالتاكيد انا كنت افضل طبعا اشوف مصر عشان محمد صلاح زي ما قلت، ولكن بعيدا عن المنتخبات العربيه المنتخب الايطالي ما تاهلش، وهو منتخب قوي جدا، منتخب نقدر نقول تقليدي في الكوره، بطل عالم، وللاسف هو ما تاهلش، وكنت احب اشوفه جدا اللي كانوا يبقوا موجودين. طيب السؤال كان بعيدا عن المنتخبات الافريقيه، مين المنتخب اللي انت هتكون حريص على متابعه ماتشاته من بدايه البطوله، منتخبك المفضل يعني، واللي تتمنى انه يحقق لقب او عنده فرص كبيره من وجهه نظرك انه يحقق لقب ببطوله كاس العالم؟ بالتأكيد في حالة ان هنتكلم عن المنتخبات بقى اللي تم تأهيلها لكأس العالم وهتلعب البطولة، بعيدا عن المنتخبات العربية البرازيل، انا برازيلي، لو ربنا اراد اتمنى ان نروح بعيد، وبجانب المنتخب البرازيلي منتخب الارجنتين ومنتخب المانيا. جوزيه كلايتون نجم الكرة التونسية، طبعا نجم منتخب تونس ونجم باستيا الفرنسي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق، ودعواتنا وقلوبنا مع منتخب تونس طبعا في مشواره في كأس العالم، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة.